عشان نطمن اكتر على لاعبتنا نروح لمراسلنا. نروح معنا فاروق صلاح نعرف تمرين النادي الاهلي النهارده اهم اخبارها. مساء الخير يا فاروق. مساء النور عليك زميلي العزيز احمد، مساء النور عليكي زميلتي العزيزه ساره، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك فاروق. يعني بعد مباراه البنك الاهلي وبعد الحقيقه كتير من الكلام على التحكيم وعلى 4 نقاط ضاعوا من النادي الاهلي، بالتاكيد النهارده الاجواء دي كان ليها تاثير على تمرينه النادي. عايزين نعرف اهم الاخبار واهم ملامح تمرينه النادي الاهلي النهارده. بالفعل زميلي العزيز احمد، نقدر نقول الاخطاء التحكيميه طبعا افقدت النادي الاهلي 4 نقاط مهمه جدا في مشواره نحو بطوله ودرع الدوري الممتاز. طبعا النادي الاهلي بيسلك الطرق الرسميه وهناك امور بيمشي فيها النادي الاهلي بيسير فيها طبقا لسياسه النادي الاهلي او الاطار الرسمي بتوجيه بيان ومخاطبه للاتحاد المصري واللجنه الثلاثيه اللي بتدير شؤون اتحاد كره القدم المصري، ولكن خلاص الجهاز الفني قفل صفحه هذا اللقاء. بدا التركيز طبعا واللاعبين في المرحله القادمه مواجهه فريق المقاولون العرب ومن ثم ايضا مواجهه فريق بيراميدز، وايضا خلاص الاستعداد لكاس العالم للانديه ومواجهه فريق الدحيل القطري. عايز اقول لك ان النهارده مستر بيتسو موسيماني، يعني خلاص احنا قلنا المباراه اتقفلت، ولكن هناك بعض الامور الفنيه اللي وقف فيها مستر بيتسو موسيماني في اجتماعه مع اللاعبين عن بعض الاخطاء اللي وقع فيها لاعبي النادي الاهلي في المباراه الاخيره مباراه البنك الاهلي. اكيد في ايجابيات في سلبيات، ولكن مستر بيتسو موسيماني كان حريص ان هو النهارده يعني عقد جلسه مع اللاعبين وبعض لقطات الفيديو لبعض الاخطاء اللي وقع فيها اللاعبين سواء في الشق الهجومي في الاختراقات او ضرب التكتلات الدفاعيه، ودي كانت من الامور المهمه جدا اللي ارتكز عليها المران لمستر بيتسو موسيماني. اليوم انطلق المران بجزء بدني وشق بدني مع كابيلو رانجواجا مخطط الاحمال في النادي الاهلي اللي كان حريص ان هو يشتغل مع اللاعبين يعني بجزء من التدريبات البدنيه بالكره، استمرت لمده نصف ساعه ثم انطلق المران الرئيسي للاعبي النادي الاهلي. مستر بيتسو موسيماني كان حريص ان هو النهارده يوقف المران في اكثر من مره، يحاول يوضح لبعض اللاعبين ازاي انا اقدر انوع شويه في الشق الهجومي. طبعا احمد انت عارف ان احنا بنواجه الفرق كلها بتيجي امام النادي الاهلي بيكون هدفها الرئيسي يا اما اطلع باقل عدد من الاهداف او اطلع بالنقطه، ودي بتبقى الغايه الرئيسيه للفرق اللي بتواجه النادي الاهلي. مستر بيتسو موسيماني قال ان مباراه البنك الاهلي مباراه يعني درس كبير جدا للاعبين قبل مواجهه المقاولون وقبل مواجهه بيراميدز. النهارده في المران كان يعني شغل خطط كتير جدا مستر بيتسو موسيماني بيشتغل عليه، طبعا مش هنستفيض فيه ونتكلم في الامور الفنيه، لكن الراجل قدر ان هو يحاول يشتغل على الجوانب الخططيه الخاصه ازاي نضرب التكتلات الدفاعيه سواء عن طريق التسديد من خارج منطقه ال 18، الاختراقات اللي تتعامل ما بين اللاعبين، ايضا ان انا بعمل استريتشنج عن طريق اطراف الملعب واشتغل على الكرات العرضيه. النهارده يعني بنشوف وولتر بواليا، بنشوف محمد شريف، النهارده بنشوف جونيور اجاي اللي رجع يعني ادى المران بصوره كامله وشارك في التقسيمه الرئيسيه، واحد من اللعيبه اللي بيستعيدها النادي الاهلي في الفتره الحاليه ان شاء الله يكون اضافه. ايضا تركيز مع اللاعبين في منطقه التحضير ان انا بحضر ازاي وان انا اقدر ان انا اعمل التمريرات الطويله والتمريرات القصيره، كلها امور مستر بيتسو موسيماني. نقول يعني مباراه البنك الاهلي احنا خسرنا فيها نقطتين، ولكن يعني كم الامور اللي مستر بيتسو موسيماني قدر ان هو يستفيد منها من هذا اللقاء في بعض الامور ان انا اضرب التكتلات الدفاعيه هتبقى هي عنوان ان شاء الله للنادي الاهلي في المباراة القادمة. عايز اطمنك ايضا على حالة مجدي قفشة، كان يعني حصل كدمة وفي كرة مشتركة في اثناء المران، لكن اطمنت من خلال طبيب الفريق دكتور احمد ابو عبلة على حالة محمد مجدي قفشة وقال لي ما الامور كويسة وهيكون معانا في المران غدا ان شاء الله، وايضا هيكون موجود في مباراة المقاولون العرب. وليد سليمان طبعا اللي يعني نتمنى له كل السلامة ويرجع بألف سلامة، واحد من اللعيبة اللي النادي الاهلي يعني هفتقدها في كأس العالم للأندية، زي ما صرح الدكتور احمد ابو عبله والكابتن سعد عبد الحفيظ ان مده غياب وليد سليمان عن الملاعب هتكون يعني مش اقل من شهر وقد تمتد لشهر ونصف، لكن ان شاء الله وليد سليمان هيرجع ويكون واحد من اللعيبه ان شاء الله اللي النادي الاهلي يستفيد منه خلال الفتره القادمه. هيبدا وليد سليمان مرحله العلاج الطبيعي والتاهيل ان شاء الله بدءا من الغد. طبعا في حاله من الحزن شويه احمد عند لاعبي النادي الاهلي لغياب وليد سليمان. أكيد. يعني وليد واحد من العناصر الخبره لاعبي النادي الاهلي، واحد من العناصر اللعيبه كلها يعني بتحب وليد وبيتمتع بحب جميع اللاعبين، يعني شفت نظرات الحزن شويه عند وليد سليمان، ولكن في نفس الوقت هو عنده ايمان وقضاء ورضا بقضاء وربنا، وقال اتمنى كل التوفيق طبعا للاعبين الفتره القادمه، ان شاء الله وليد يرجع بصوره افضل ان شاء الله خلال الفتره القادمه.
انا بشكرك شكرا جزيلا على يعني التقرير الوافي ده عن تمرينه الاهلي النهارده. بشكرك زميلنا فاروق صلاح من ملعب التتش، والف سلامه على كابتن وليد، ان شاء الله يرجع بالف سلامه. واعتقد ان شاء الله يمكن طبعا يعني انا متفهم يعني لاعب حجم وليد وبخبرته وبامكانياته ومهاراته طبعا وغيابه عن كاس العالم قد ايه بالنسبه له هو شخصيا ممكن يكون مؤلم، لكن ان شاء الله تتعوض في مناسبات جايه كتير.